صباح الخير يا خالد بيه. اهلا اهلا يا سعيد، تعال اتفضل. اه ايه مالك؟ في ايه؟ اه اه لا مؤاخذه يا خالد بيه، اصلي لسه خارج من المستشفى، ما بقاليش غير يومين بس، كنت عامل عمليه شيل كلى. يا ساتر يا رب. طب ليه يعني مفيش حد في الحاره عند الوالد عارف؟ اصل انا ما قلتش لحد. وليه ما قلتش لحد؟ انا هقول لحضرتك كل حاجه بالظبط. حضرتك طبعا عارف ان انا ابويا راجل ضرير وامي ست عيانه، وعايز تعمل عمليه بفلوس كتير، واحنا ناس على قد حالنا قوي. قريت في الجورنال ان في واحد غني عايز حد يتبرع له بالكلى. رحت عملت التحاليل وطلعت زي ما بيقولوا مطابقه. قبل ما ادخل العمليه قلت لابويا وامي اني مسافر، عندي شغلانه مقاشه في المنصوره، وما رضيتش اقول لاي حد على اي حاجه. خدت معايا هاني صاحبي وحكيت له الموضوع كله، وشلت معاه الفلوس، قلت له لو جرى لي حاجه خد الفلوس دي وصلها لابويا وامي. وطبعا بعد ما خرجت من المستشفى رحت له علشان تاخد الفلوس، قال لك ما خدتش حاجه واعلى ما في خيلك اركب. صح صح يا باشا، انا بعت كليتي علشان خاطر امي، وانا دلوقتي كمان اخر تعب. انا باشا مش عارف اعمل ايه، لا معايا اثبات ولا وصل ولا اي حاجه. ما تقلقش، هدي نفسك وانا هتصرف، بس عايزك بقى تكتب لي اسم الراجل ده وعنوانه. تمام يا فندم. ادي الورقه دي للامين محمود، تقول له الراجل المكتوب اسمه في الورقه دي يجي لي دلوقتي من تحت تقطيع الارض، ما يرجعش من غيره، مفهوم؟ حاضر يا فندم. والوالد والوالده عرفوا بالموضوع؟ لا يا باشا طبعا، دي لو ما عرفت كانت تروح فيها.